وللمزيد أيضا من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام. دكتور أحمد، بعد التحية، يعني العلاقات المصرية الهندية تشهد تطورا ملحوظا، وهذا ما ظهر جليا في هذه الزيارة التاريخية الهامة، وهو دعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف يوم الجمهورية. كيف تقرأ ما بين سطور هذه الدعوة؟ يعني هذه الزيارة المهمة والتاريخية للرئيس السيسي للهند للمشاركة في يوم الجمهورية هي بتعكس خصوصية وقوة ومتانة العلاقات المصرية الهندية. هي علاقات ذات طبيعة خاصة تنبع من الأرضية التاريخية والأسس القديمة التي تربط بين أكبر قوتين إقليميتين في آسيا وفي أفريقيا. مصر كدولة مهمة في محيطها الإقليمي، الهند كدولة مهمة وهي سادس اقتصاد على مستوى العالم، تربطهم علاقات قوية. هذه العلاقات شهدت طفرة حقيقية كبيرة في السنوات الأخيرة في عهد الرئيس السيسي، في وجود رغبة وتوافر الإرادة السياسية، والرئيس السيسي زار الهند في عام 2015، هم أعطى دفعة قوية لهذه العلاقات التي لديها نفائس قديمة. نحن نعرف أن مصر والهند تربطهم علاقات قوية، تذكر في الخمسينات وتأسيس البلدين لحركة عدم الانحياز التي كان لها دورا مهما في العلاقات الدولية. تم 1955 إبرام معاهدة الصداقة المصرية الهندية، ومن ذلك الوقت والعلاقات تتطور، لكنها شهدت طفرة في السنوات الأخيرة لأن العلاقات قائمة على المصالح المتبادلة، على المنافع التي بين البلدين. وعلى سبيل المثال، حجم التبادل التجاري ارتفع إلى أكثر من 7.5 مليار دولار، جعل الهند من أهم شركاء مصر التجاريين. وبالتالي هذه الزيارة بتأتي وتتوج هذه الطفرة الكبيرة التي شهدتها العلاقات المصرية الهندية، بتعكس قوة العلاقات الاقتصادية، قوة العلاقات السياسية، وتأتي دفعة لمسار العلاقات الثنائية. عندما نتكلم عن أن هناك فرص متبادلة ومزايا متبادلة بين البلدين، مصر كاقتصاد إقليمي واعد لديه من الفرص الاقتصادية كبيرة في المشروعات القومية وغيرها من محور التنمية، العاصمة الإدارية، غيرها التي تمثل بيئة جاذبة وواعدة للاستثمارات الهندية. ولذلك سيلتقي الرئيس السيسي في هذه الزيارة مع خبريات الشركات الهندية الاقتصادية لعرض الفرص الاستثمارية في إطار دبلوماسية التنمية، في إطار توظيف وتعزيز وعلاقات مصر القوية بالدول المهمة في النظام الدولي مثل الهند لخدمة التنمية في الداخل وجذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للهند كأكبر سادس اقتصاد على مستوى العالم، كسوق تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة. وبالتالي مصر تمثل بوابة للهند نحو أفريقيا، أيضا الهند تمثل بوابة لمصر نحو آسيا. وبالتالي هذه الزيارة تحمل أهمية كبيرة في توقيتها، في دلالتها، في تعبيرها عن متانة وخصوصية وهذه العلاقات القوية الكبيرة التي تجمع بين حضارتين متدينتين، الحضارة المصرية القديمة والحضارة الهندية، وكان لهما دور مهم في إصراء الحضارة البشرية. نعم، الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، شكرا جزيلا لك.